مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم أينما كنتم، أهلا بكم. أحييكم من أمام ملعب أحمد فنا بمدينة تشيرة. يقال عند الشدائد والمحن يظهر العاشق الولهان من المزيف، ويتضح أيضا ذاك الذي يتمنى الخير لنادي أولمبيك تشيرة وذاك الذي يلهث خلف مصالحه الشخصية. صدق عشاق هذا الكيان حينما قالوا: أضيف وقت الشدة أجال معكم جهدا. أجادوا وأحسن الوصف بهذه العبارة التي تختزل في طياتها معاني كثيرة، كيف لا والأولمبيك يحتاج في هذه الظرفية بالذات لرجال كالجبال يقدمون الدعم المادي والمعنوي للفريق بتلبية نداء هذه الحملة. تذاكر وضعتها إدارة الفريق في هذه الشبابيك بما في ذلك أخمصة بمبلغ 120 درهم من أجل مساندة الفريق، حيث كثر عليها الطلب في المواقع. ها هي الآن موجودة في الواقع، فهل ستحظى بنفس الإقبال الذي حظيت به في المواقع؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص يعني المبادرة التي قام بها نادي يعني المكتب المديري لنادي أولمبيك تشيرة، فهي يعني بادرة تستحق منا يعني كل التنويه وكل التشجيع، وبالتالي فهذا الدور ديالنا دابا خصنا نساهموا يعني بكثافة في يعني اقتناء التذاكر وكذلك يعني الأقمصة ديال النادي، يعني في سبيل نعاونوا هذا النادي هذا، خصوصا أن يعني جائحة كورونا يعني أنها أثرت على الأندية الكبيرة واللي عندها يعني موارد ماليه كبيره، وبالتالي فهاد النادي في حاجه لينا في هذه الظرفيه هذا. دابا الدور ديالنا خصنا نساهموا ونشجعوا هذا النادي، فيعني نجاح هذه المبادره اللي طلقها المكتب يعني النادي المكتب المدير النادي اولمبيك تشيرة، النجاح ديالها يعني مبني علينا حنا، يعني خصنا حنا نديروا المجهود ديالنا باش ننجحوها. يعني وكيفاش غننجحوها؟ خصنا نتقدوا يعني بكثافه وبكثره. لذلك ادعو جميع الجماهير يعني السوسيه لاقتناء التذاكر. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا الكوميتي اللي دار هذا البادره هذه الطيبه تاع التونيات، ولكن غير واحد الحاجه راه 120 درهم نحطوا حنا حتى 200 درهم ماشي مشكل، ولكن بقات في الكاليتي في الجوده تاع التوني، وما نخلصوا حنا 120 ويجيبوا لنا التونيات مطبوعين. هذا الشيء راه حشومه، وراه حنا راه حشومه تشري فريق اولمبيك تشيرة راه حشومه يكون عنده تشري التونيات في الشبابيك، راه هادشي راه حشومه. راه حنا كنطلبوا يديروا لنا المحل تاعنا، راه الدراري طالبوا الكوميتي بهذا الشيء وما استجبش الطلب تاعهم. يعني فرقه في الدوزيام سيري راه خاص يكون عندها هذاك البوديك تاعها، راه ماشي هادشي راه ماشي مزيان. السلام عليكم، معكم محب ديال فريق اولمبيك تشيرة، وكنتمنى من الفريق ديال تشيرة يساهم مع النادي ديال اولمبيك تشيرة باقتناء التوني ديال اولمبيك تشيرة، وزوينه هذه المبادره هذه اللي داروا اولمبيك تشيرة، وكنتمنى الصعود ان شاء الله. وهو التوني ديال تشيرة، حنا راه كنحبوا الفريق ديالنا وديما الاودي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم البادره اللي تذكرها الفرقه تفولكي باش حتى المشجعين تعاون عداون الفرقه على حساب التونيات، ممكن نعطي الجماهير ان شاء الله عداون الفرقه ان شاء الله، وريدي بلا الخير ان شاء الله. وشكرا. اولمبيك تشيرة الذي بات معادله صعبه في القسم الوطني الثاني للمحترفين، اذ بات يضرب له الف حساب، حيث خسر الرهان في الموسمين الماضيين على بطاقه الصعود لقسم الاضواء في الامطار الاخيره، فيا ترى هل ستكون الثالثه ثابته هذا الموسم؟ حلم الصعود لا ياتي من فراغ الا بتضافر مجهودات الجميع. ميكروفون خالد بادو، كاميرا سفيان اهبري، اخبار الفجر المغربيه، تشيرة.